صباح الخير عليكم، صباح النور السر الحبايب ديالي. كنتمنى تكونوا صبحتوا لاباس وعلى خير وبخير. انتما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم صباح بكري، هذه 7:30 وبقيت انا ماشيين مسافرين. الوجهه اليوم للشاون اقشور. صراحه البارح جمعت حويجاتي وهذا، اليوم انا طلبت التابيه شديت الباليز حيت البارح كنا في ازيلا كان عيد ميلاد ديال محمد دوزناه تما، واليوم غير نوضنا وجينا البارح بالليل وصلنا عاد جمعنا حويجاتنا وهذا. وكنت الصراحة نصور نوريكم شنو كناخذ معايا، بالحق عملتهم بالزربة. ودابا صافي كنشرب الخيمة ديالي باش غنخرجوا دابا نشوفوا الطريق ان شاء الله. يلا بقاو معنا. بالمناسبة احبابي، هذا اول فيديو ليا معكم في اليوتيوب، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفة وظريفة على قلوبكم. هنا الوجهة ديالنا كانت الاقشور اللي كتبعد على شفشاون ب 30 كيلومتر، واللي كتبع لاقليم شفشاون. هي منطقة جبلية كتعرف بالجبال ديالها المرتفعة وشلالاتها الساحرة والمناظر الرائعة. من غادي توصلوا الاقشور غتخليوا طوموبيلتكم في الباركينج، ومن ثم غادي تبداو المغامرة ديالكم. غتاخذ لكم طريق باش توصلوا لاعلى شلال، جوج ساعات في المشي وجوج ساعات في الرجوع، وحنا درنا حتى قنطرة ربي اللي كتاخذ نورمالمون ساعة في المشي وساعة في الرجوع. حنا حيت ماشي اول مرة لينا في اقشور، فكانت الخلفة ديالنا شوية بالزربة، خدتنا في الطوفطال 5 ساعات. أيه 5 ساعات، عارفها ماشي سهلة، ولكن هي فرصة للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الساحرة ديال المنطقة، واللي هي في نفس الوقت مغامرة رائعة ما غاديش تندموا عليها. بما أن هذا النهار زوين كان عيد ميلاد ديال محمد، فاحنا قررنا أننا نحتفلوا به في أقشور بين الطبيعة والجبال. وصراحة هذا النهار زوين زوين بزاف، اللي غادي نبقى دائما نفكروه أن هذاك النهار كان عيد ميلاد ودوزناه مغامرة رائعة 5 ساعات وحنايا كنتمشاو طبيعة وبين الجبال. وهنا غادي نخليكم تشوفوا الفيديو وفرجوا انت. Good morning. اليوم my baby birthday. Yeah, birthday boy. We're gonna celebrate in Akshur. احنا وصلنا دابا لأكشور قرب الباركين. الدنيا عامرة. هايكينغ شوز ديالي، هذا الجيد اللي معنا هو اللي كان مدانا مرة أخرى. كنا وصلنا تنآخر شلال راجي فيها جوج ساعات نمشي جوج ساعات بالرجوع، يعني 4 ساعات من هذاك الشلال. عاد عندك قنطرة ربي بوحدة فيها يمكن ساعة ونص ساعة ونص. أنا باغي نعملهم اليوم بجوج. شوفوا على منظر، شوفوا معايا على منظر، هذا باين له البداية. وهذا هو الهوتيل اللي كنا جالسين فيه اخر مره، هنا مغيتاج. هذا الغيستو عنده الفيو توب توب توب. هنا دابا مازال ما كي هنا مازال في النوست تما، حنا كان لاشومبر ديالنا غير بلات نزيدو شويه وغادي تبان لكم. راه هي بس كتبان من هنا الفيو، واو كيسبقوني. والبول كامل دايز من هنا، بول ناتورال. الطريق صعيبه بزاف سورتو الناس اللي ماشي سبورتيف ولا هذا ما يقدروش، او الناس كبارين قليل يقدر يعملها، حيت دابا هادي راه والو. دابا حنا باقين في البدو ما كاين والو، باقي ندخلوا في الطريق اللي صعيبه فريمون صعيبه، كتبقى اب اند داون. شلال حنا طالعين للشلال كبير. ايوه عندنا ساعتين بالطريق، اللي عنده الركاب غيوصل، اللي ما عندوش الركاب يقطعهم قبل ما يوصل قبل ما يجي لهنا. هذا اول واحد شلال كان صغير، الناس كيوقفوا فيه ليمون ليمون كاين كلشي. بغيت نجلس كل شلال كنوصلو له كتلقى عاملين جليسه مرتاحه كتجلس وسط الماء انت كتغدى. يا سلام ها انتم معايا، شوفوا الناس
اورنج هذا كل شيء عندهم باش لالات صغاري كل الناس اللي ما كيقدروش يوصلوا حتى لنا اطراشيه كيدخلوا هنا. Hello. أحسن بيرثدي هذا. أحلى بيرثدي، أحلى فيو، أحلى ناس. من ميرفي yesterday workout. ميرفي عملناها امبارح واليوم هايكينج. يعني أحلى workout صح. ركع طبيعي. إحنا طالعين والريحة دي الماكلة. يا سلام يا سلام يا سلام على واحد الريحة ديال الطواجن. ديال العافية قلبك يتفاجئ. عندهم طاجين غزال صراحة لذيذ، لكن ناكلو عند هذاك اللي في الاخر شلة الاخراني. نتمنى دابا من نوصلو كان لها تسمحولي يكون وجدوه. شحال بقينا شي نص ساعة؟ 40 دقيقة؟ او ماي جاد. نقرا عمل سكور. ما 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 فوق فوق فوق. نيشان 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 زيد اخويا. سير على الله. يعني your destination is the same. يعني انت راح توصل راح توصل. يعني وين راح توصل؟ So as long as the destination is the same. غير الواي. Yeah, because something will open. Yeah. Your eyes will be open to something new. It might not be حتلاقي شيء بس خليص حتشوف شيء. يمكن ما شفته من قبل. في بنت غيرت البيت تعودها كنت every day تروح، هي عم تحكي على البودكاست كنت every day عم تروح تجيب الكابتشينو من ستاربكس بس كنت عم تسوق أنا لقيت حالها انك عم تدفع كل المصاري على ستاربكس فيها تعمل الكافي بالبيت عم تاخذ وقت كثير وعم تسوق سياره مشان تقدر تسوق اذا ما فيها تاخذ ترين فغيرت البي تعودها one little change غيرت البي راحت على الترين because it's easier quicker عندها وقت so عندها morning routine يا إلا أحسن عم تعمل شغلات مثل journaling and حتى عملت هيك أخذت ترين
لا تجاوزها تعرفت على جاوزها بدها تروح. واو هيك عم تقعد على فين حده اها نشوفه كل يوم تعرف هونيك اذا ما غيرت something this small this changing her coffee you know making coffee at home yeah. ما كان رح يصير هيك بحياتها it's right up here we're in the jungle that's it you're in it you're in it to win it بصراحة قليل بنسلك يعمل شوية بنسلك يفهم كيف قدروا يطلع حتى لهنا شفنا ناس طلعوا بداوا وصلوا غير للشلال الأولاني والثاني والرابع نحن active sports people we are fit Mariam's fit she's crossfit girl قوية مرتي قوية صارت قوية هيا هيدي أحلى بليس عندك أتمنى إز أور تور جايد ومبسوط فيها كمان أنا ولد المنطقة عثمان أقشور طالع بالأصدقاء ديالي الشلة الكبير دابا بواحد الساحة دابا بقات لنا 5 دقايق هي اللي عندنا بالوقت ان شاء الله يا ربي تما ونوقفوا ونضربوا شي كزاتين وشي طويجي نعاود وشي تصورات ومرحبا بكم من عندنا مرحبا بكم انا نخليكم النمره ديالو اللي يجي الاقصر هذا احسن جيد كتحسوا معاه كنتوما ما شفت الطريق مونسين كتهضروا كتقدروا توقفوا الثقه الامان ولد المنطقه كيعرف الناس كاملين هنايا كلشي كيعرفو احسن واحد مرحبا بكم Beautiful place. Yeah. كل شيء على رضيمة ديالنا أنا محمد شينا كتمشي معنا؟ ماي عم تسافر معنا هيدا لأننا كل مطرح ضرورة عالجيم هنا H2O Happy birthday Mariam finally made it. Wow. You made it, Mariam. نفك تشوف المنظر كامل سالينا الطاجين صحة يعطيك الصحة صافي ارتحنا دابا هاتو هز حويتنا انا بغيت نعوم حق ما قدرتش محمد عام هنا من تحت انا ما قدرتش اما من كلاصي ما عرفتش واش غنقدر ولا لا من نكون راجعة نقدر نوقف شي واحد فيهم ونعوم Mariam's a big girl on the trail. She's got her hiking boots on. She's ready. She's ready. She's ready. صراحة لي بوت ديال هايكينغ أحسن حاجة كيحميوكم بزاف هنايا يعني العومة اللي كانت عتكون واعرة صراحة أنا كان كنخصني نعومكم مكناش معطلين شوفو على المنظر وصلنا دابا عييت صراحة عييت بزاف ولكن شوفها في الشلال وهذا صراحة تستاهل اللي يقدر يطلع صراحة
صعيبة ماشي سهلة. دونك مع تغدينا شربت الماء بزاف وشربت العصير نتشين ايوا صافي حسيت براسي صافي تقالت شي بحال ملي طلعت كنت كرشي يعني خاويه كنحس بيها كنت هكا كنحس براسي فيا النعاس هكاك. المهم وصلنا وباقا لنا ساعه اخرى ساعه 45 دقيقه غنطرات ربي غنمشيو لا هي بغينا نشوفوها اليوم وعاد داك الساعه نطر الشاول نعسو في الشاول حنا خدينا الرياض تما ديجا غيزرفي شفتو هادي الطريق ديال قنطرات ربي حنا دخلنا فيها هادي شكل وقيلا شي 10 دقايق واعره واعره والمجاني نقي حتى من الجهه ديال هنايا ساعه باش توصل جاني الماء نقي كثر من الجهه ديال الشلال الكبير ولكن كامل حجر يعني كتمشاو في الحجر اكثر ما كتمشاو في بيستا بحال هكا تقريبا الحجر فيها صعابين شويه فاهم عليا هذا دابا هكا كتبقى طالعه طالعه الحجر نحس هيدا اكثر هايكينغ ها عشان الحجار عم نطلع شوي ايه هذاك اب ولكن على بيستا سالينا دابا سالينا الشلال الكبير قنطرات ربي دابا رجعنا لحدنا الله يحفظ لي الباركين من الوقت مضبوط الخمسة سالينا كل شيء صراحة هذا السكون فهنا سالينا المغامرة ديالنا في أقصور وغادي تكون الوجهة ديالنا الثانية جوهرة الزرقاء مدينة شفشاون العشق ديالنا أنا محمد غادي نقول لكم انتظروا الفيديو جديد ديال مدينة شاون.